كلكم تكون طلعت لكم القصه ديال الدري بادر، الدري مسكين اللي مات حدا ماكدو ديال العين دياب، اللي صفاها ليه واحد دري ماشي راجل، اللي قال لك كانوا في واحد الباط دو نوي ولا واحد البلاصه، المهم كانوا سهرانين، وهاد الدري شاف واحد البنت وديك البنت وقالها عجباته وما عرفش، المهم على ما كيقولوا هما ناض داك السيد اللي صفاها لي كانت معاه هذيك البنت وما حماش الديكور، تناقشوا لداخل ولا ضاربوا ولا ما عرفت شنو، فبقى مرصدو داك الاخر، لقى حدا ماكدو ديال العين دياب ويمشي صفاها لي، مشى حيد لي ماتريكول ديال الطوموبيله ديالو، بعدا عاوتاني عطاوهم العصا، عطاو داك الدري بهدر والدراري اللي ما عطاوهم العصا، من بعد مشى داز عليه بالطوموبيل، والطوموبيل محيد ليها لي ماتريكول وكلشي مشى علق. فالاخوان هنا كنتسائلوا، اهو على قبل البنت غديري هاد البلان، اهو على قبل الدريه، على قبل الدريه غتيصفها الواحد، ما فين عايشين اصاحبي، واش من نيتكم؟ راه المشكل انه كاين هاد البلانات هادو، باش نجيكم نيشان، راه كاين هاد البلانات هادو، تا على قبل الدريه، واحد شاف لك صاحبتك ولا في خطيبتك ولا في مرتك، تناقش معاه، دور عليه، اي حاجه، كاين تصفي عليه. او تمشي لديك الجرأة تصفي عليه، زعما ديك اللعبة بدم بارد وتهرب، وديك اللعبة انت بحايد لي ماتريكول وداكشي لهالدرجة، حتى لدرجة بنادم مبقاش عنده قلب، لهالدرجة بنادم تسطا، ما فهمتش. ودابا انت اش ربحتي دابا هاد خونا هذا اللي دار هاد البلان؟ اش تربح؟ ما تربح لا في دنيا لا في اخرة. راه هذا الاخوان نقول لكم الحلقة هي الزيغة ديال الدراري ولاد الفشوش، هذه هي الزيغة ديال ولاد الفشوش. غتقول لي اش دخل ولاد الفشوش لهذا الموضوع هذا؟ كاينين ولاد الفشوش اللي كيكونوا بحال هكا، من كثر ما والديهم كيمشيو اي حاجه كيديروها كي صافي كي كنضيو عليهم كيخرجوهم كما كيقولوا الشعره من العاجين وداكشي، ولا كيهرب لهم كيوليو يديروا اي حاجه خارق القانون، اي حاجه. دابا هو ملي دار هاد البلان غيقول با غادي يخرجني، فداكشي علاش علاش دابا حاليا الجوستيس بوغ بادر هاشتاغ ديال البلبله، باش عاوتاني ما يمشيوش يديروا ليه شي لعبه ويخرجوه، لان الا ما ولاش هاد القضيه قضيه راي عام غيخرج هاد خونا عاوتاني، وغيبقاو يتعاودوا ديما هاد ولاد الفشوش، غيبقاو ديما فهمتي دايرين ما بغاو. وملي كنهضروا على ولاد الفشوش، ملي كنهضروا على ولاد الفشوش راه كاين راه هما دوك الدراري كيكونوا باواتهم مسؤولين كبار في الدوله، ولا كتلقى باواتهم عندهم الاملاك وعندهم الفلوس وعندهم النفوذ وعندهم داكشي، راه ولادهم راه الاخوان. انا شفت بعيني العجب العجب، انا عبد ربي دابا اللي كنهضر فيه راني تعاشرت معاهم وشفت العجب العجاب قدامي، والله الاخوان شفت العجب العجاب، داكشي اللي كيديروا قدامي شفت العجب العجاب، خروقات قانونيه بالعلالي ديك اللعبه ما عندهمش ما والو. علاش كيقول لك وانا ما نديرها؟ ربا غيفاريها ليا، ربا يخرجني. هو تخيلوا معايا، شاف لي صاحبته ولا ما عرفت شنو، ما عرفتش القصه الاخوان هما اللي كيقولوا، شاف صاحبته مشى خونا ترصدوا خرج صفاي لي وحيد لي ماتريكول ديك اللعبه، راه داكشي او على قبل بنت ترجلو على قبل بنت اصاحبي، وديك الدري واش غتبقى معاه؟ ما تبقاش معاه. ما وانت واش الا ما رضيتيش حيت شافك في الدريه قاصدو تماك فاريها معاه تماك، قول ليها اجمع راسك ولا هضر معاه بالرجوله، قول لي راه الدريه معايا، نهار غتبقى تشوف فيها ولا شي حاجه نتفاهم معاك، هادي صاباس، لان ما بلاش تشوف لك الدريه وانت هي معاك ولا شي حاجه، راه متفق معاك، ولكن صافي ما عرفتش على الله تفارات تماك وتخرجوا وتصفيها ليه؟ وتدوز عليه بطوموبيل؟ انت فين عايشين اصاحبي؟ انت فين عايشين؟ ودوك اللي معاه؟ هادوك اللي معاه واش ما تشدوش صاحبكم في ديك الوقيته وتقولوا ليه واخونا ولا راه ما بلاص لا هادي، ما ترجعوش يعقلوا شويه، ما تقولوش لهم راه كاين القانون، راه تقد راه عندك راه تقد تولي القضيه ما هيش، لا انتوا معاونين على البلان حشومه. الدري باقي جون، الدري هذا اللي مات والله العظيم اللي باقي جون، الدري باقي جون وزوين، وان جون دكتورون دابا راه كيوجد الرساله ديالو داكشي، وكان الدري كيقرا مزيان، الدري زوين اصاحبي، البلاد ترزات فيه، باش نجيكم نيشان، عرفتي باش كيكونوا بحال الدراري زوين داكشي، راه البلاد اللي ترزات فيه، البلاد اللي ترزات فيه، بابا على والو، على والو، هادشي اللي كيعصبك على والو. انا شفت القضيه ما كتبتش عليكم، انا استفزيت، وقلت ما ندوي على الموضوع حتى نشوف البلان كيداير، ونشوف الحيتيه ديال البلان كيداير، ونشوف
شنو هما المستجدات في هذا البلان. المهم دابا الاخوان هذاك الدري اللي دار هذه الفعله راه قال لك راه تشد في العيون وعشيرون مع شنو راه تشدوا في العيون على ما كيقولوا البوليس. لقاو في العيون كان باغي يهرب لموريتانيا ولا ما عرفش داك الشيء وتشد تماك. ولكن الاخوان خص القضيه تولي قضيه راي عام، خص دابا فهمتي علاش خص ياخذ عقوبه هذا السيد هذا، خص ياخذ عقوبه شنو بلانش. انا الاخوان هضر بكل حريه وبكل مصداقيه وانا ما كنخاف من حتى شي حاجه. انا اللي شنو بلانش ما بلانش ما بلانش ما بلانش حشومه وما بغيناش هادشي يبقى يتعاود، ما بغيناش هادشي يبقى يتعاود، ما بقيناش باغيين هادشي يبقى يتعاود. خاص المغرب يكون فيه قانون صارم بحال الدول المتقدمه، القانون صارم يمشي على كلشي باش هاد الولاد هادو يديروا عقلهم، ما يبقاش يقولوا لا حقه راه حقه ندير ما بغيت، راه عندي بوي فاريها لي، راه عندي امي تفاريها لي، راه عندي عائلتي تفاريها لي. راني عارف كيفاش كيفكروا دوك الدراري، راني عارف انا كيفاش كيفكروا دوك الدراري، راني عاشرتهم رايح معاهم ومعاشرهم وانا عارفهم كيفاش كيفكر دماغهم، عارفهم راه بحال هكا كيفكر، راه ما كيخافوش، راه ما عندهمش داك الخوف، ما عندهمش والو والو، عندهم يديروا بلان يخرجوا دغيا تدويره ها هو خرج يدير اللي دار، يهز كاع ما عرفت شناهو طرفه هز معاه في الطوموبيل شدوها الرق. كاين هادشي في المغرب بلا ما نبقاو نضرقوا الشمس في الغربال، كاين هادشي في المغرب مادام باقي الفساد وباقي هادشي وباقي باك صاحبي والو وطلق الدري طلق الدري مازال باقي هادشي، راه غنبقاو ديما في هادشي، غنبقاو ديما نشوفوا هادشي، غنبقاو ديما نشوفوا ولاد الفشوش داصرين الباسلين مدصرين والديهم اللي شاري ليه باه طوموبيل ما عرفت شنو هذا، راه غنبقاو ديما نشوفوا هادشي. ما كنتش كما الولاد الفشوش اللي كنهضر عليهم، راه ماشي دوك الدراري اللي كتلقاهم عندهم طوموبيلات او ولاد الفشوش، ولاد الفشوش با الملاير كتلقى با عنده الملاير والنفوذ والروينه كحله، كتلقى با شي منصب في الدوله كبير ولا كتلقى با شي اون دافير كبير ولا هو كيعرف شي واحد الدوله نيت، هذاك هو هذاك هذاك هما اللي كنهضر عليهم. ولا كتلقى واحد عنده معارف في الدوله داك الشيء راه كيدير هاد الفعيل هادو راه كاينين وكيتالين، راه خص راه هادشي خصو راه هادشي خصو يتحرك عليه الراي العام، هادشي اللي بغيت الراي العام يتحرك على بحال هاد البلانات هادو، ما يتسكتش عليه نهائيا، ما يتسكتش عليه باش ما نبقاوش نشوف. هو دابا هذاك الدري مسكين التهامي البناني ولا هذاك الدري اللي كان مات وداكشي، الام ديالو دابا يخطات حقها. وتخيلوا دابا كون ما ناش قضيه وكون ما كانش القضيه راي عام وداكشي، راه كانوا غيدبسوا القضيه ولا غيدار لها شي بلان وصافي فهمتي، كما كانت مضموصه سنوات هي فايقاتها واحد يوتيوبر وزاك دي ستوريات وداكشي، فايقات القضيه ولات قضيه راي عام ولا كلشي كيهضر عليها ولا القانون صحة غادي يطبق، لان كلشي ولا المغرب كامل متبع القضيه، يعني غيطرا ها ولا ها غينوض الشعب كامل غيقول لك لا والو خاص هاد السيدة تاخذ حقها، وراه حتى الدري هذا خاص ياخذ حقه، حتى عائلته خاصها تاخذ حقها باش ما يبقاش يطرا بحال هاد الشيء، باش ما نبقاوش نشوفوا هاد الخروقات ما نبقاش الحكرة. او على درية صاحبي، على دا حشومة صاحبي، على درية تقتل درية صاحبي، او او انت مالنا؟ انت فين عايشين؟ انت فين عايشين؟ فين عايشين؟ تصفي عليا بديك الدم بارد ديك اللعبة حقها شافلك في بنت في درية ديالك صاحبي، تطلع البنات صاحبي، طلع البنات صاحبي، انت صاحبي فاريها معاه ديك الساعة الرجولة غتفاريها معاه غتمشي غتهضر معاه غتقول ليه هادي هادي خو ما قابلتوش فيها صافي، غتهضر معاه بالرجولة ما فهمش راسو بهذيك الساعة فهمتي، صافي ديك الساعة فاريها معاه وكنت تصفي عليه تصفي عليه حشومة حشومة كاع، ما بسالي وعياقة العياقة بزاف عياقة بزاف، وانا شفت بك انا شفت عي قدام عيني حوايج عاوتاني بزاف، راه كتلقى واحد معاه كليكة كليكة عندهم العيبات ديالهم ديال الرق، راه شفت انا هادشي قدام عيني بلا ما نعاود لكم شي حوايج نعاود لكم شي ستوريات يهرب لكم الاخوان، قسما بالله انا راه علاش حتى انا شفت داكشي قدام عيني، شفت العجب العجاب قسما بالله اللي حيت شفت العجب العجاب، وهادشي راه كاين هادشي راه كاين مكراف من هادشي. لا خص القانون يطبق على كل شيء، خص القانون، خص البلاد تبدل، خص البلاد تبدل، خص البلاد تبدل باش الدراري هادو ما يبقاوش يقولوا لا ربي فاريها ليا، يتحيد لي فكره با غير فاريها لي، تحيدها لي تحيدها لي وبا والديهم، والدين هاد الدراري وولاد الفشوش خص والديهم حتى هما يربيوهم انهم الا غلطوا غيتعاقبوا،
والدي ما بقاش يفاري واليوم، كل ما يديروا شي مصيبه ولا شي حاجه يفاري والديهم يقولك راه عندي باي فاري عليا. لا ما عقلش على هذه، ما عقلش عليا انا، درتي غلط غادي تدخل الحبس. سالينا سالينا، لا ماشي انا اللي حقه ولدي لا حق ماوا، وغتمشي غدير شي حاجه راه غادي تدخل الحبس، غادي تدخل الحبس وغنعاقبك انا كباك، غادي نعاقبك. هادشي اللي خصو يكون، بارك ما نلقاو نعيشوا هاد البلانات ديال ديما فهمتي، بدون ترزاو والدراري زوينين وكذا بسبب الفعايل ديال هاد الواد الشوش وكذا. اما كنعممش كاينين دراري زوينين كتلقى ولاد عائلات كبار وفهمتي ومربين احسن تربيه وما يديروش هاد الفعايل هادو، كاينين عاوتاني اللي عقلهم مسخ بسبب التربيه ديال والديهم اللي ما عرفوش يربيوهم. باش نجيكم نيشان، فهادشي اللي كاين، الله يرحم هاد الدري هذا، دعوا ليه بالرحمه الله يرحمه، وجستيس بوغ الدري بوغ بادر، والله خص العداله تطبق، العداله تطبق، العداله الالهيه راه غتطبق طبيعه الحال، كاين العداله الالهيه وخص العداله في الارض هي تطبق. تبارك الله عليكم.